واحدة بالاسم، فافتقدت واستفقدت سكينة. طلعت تستخبر حالها، قال لها أحد الأعداء: رأيت سواد عند الحسين، اقصديها لعلك ترينها. أقبلت وإذا الطفلة عند جسد أبيها وهي تصرخ وتبكي وتنوح. عجأت إليها زينب عليها السلام تهدئها تسليها تصبرها، كأنها تلتفت إلى عمتها زينب. عم زينب في يوم واحد في ساعة واحدة أفقد أبي أخي ابن عمي، أفقدهم كلهم في ساعة واحدة، وويلا ومصيبتا ما ظنيت يا عم ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي. قالت قومي اللولي يا عم بوادي الصرعاء حتى نشوف وليانك ويم اجسادهم ننعى، بنغسل جنايزهم من العينين بالدمعة. يسكن ولينا يقوم ينظر حالك وحالي، أويلي راحت للمعارة شلون يا محبين روحتها على ذيك الأجساد الدير سكنة بإيد عمتها، وياهم حرم ويتام كل من تدق هامتها. وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي. يا عم انصدع قلبي من الشبان مصروعة، جنايز كيف نعرفها ومن هالروس مقطوعة، ومن هاللي بجنب حسين حتى مكسرة ضلوعة. قالت لا تنشديني يا سكنة انصدع دلالي، هذي جثة ابن امي ويتكلم من المنحار، وهذا اللي بجنب حسين يا سكينة علي الاكبار، وهذا معرسك طايح على التربان ومعفار. فجعني حسين بمصابة يا سكنة واندهش بالي، وهذا عون ومحمد أولادي، وهذا عون ومحمد البيهم ليلي سهرانة، كل واحد غصن مقصوف منهم قبل ميحانة، وابو فاضل على الشاطي وهلي مقطع اخوانه. يا سهم البين بسك عاد بالله درحم بحالي، وويلا ومصيبته عاد قامت تخاطب السهام وتعاتب السهام. كم سهم صابها في هالسفرة؟ السهم الذي أصاب الحسين أصابها، السهم الذي أصاب العباس أصابها، السهم الذي أصاب الرضيع أصابها. قامت تعاتب هالسهامها: الله يا سهام البين صبتيني بهالسفرة، سهم صاب صدر حسين صوبني مثل صدره، سهم صاب عبد الله ذاك الطوق ونحرا، سهمك يا قمر عدنان تراه صاب دلالي. زينب تعاتب السهام
وإذا السهام ترد الجواب عليها بلسان الحال. زينب لا تعاتبيني، إذا عندش عتب مو علي، روح اعتبي على الأصيل. يقول الشاعر وبرضي ذاك الضلع رضت أضلعه، هذا اللفارع يا زينب، ذاك الأصل المسمار اللي ضرب صدر أمش فاطمة. لنها بالسهام الصيح خليها العتب عنك، روحي عاتب المسمار ذاك الصاب صدر أمك، حرق الباب ذاك اليوم منا محترق خدرك، عصرت فاطمة بالباب ما خلت إلك والي. وويلا ومصيبتا أنا اللي ضيعني الوالي، خلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلد يمي قريب، عني إيش دعوة يا علي مطول الغيبة، ما تنجف زينب وياها نساوي. هذه زينب ومن قبل كانت